الخرافة مقابل الواقع. الخرافة: من السهل الذهاب إلى أستراليا بالقارب، الرحلة آمنة، ستقبل الحكومة الأسترالية أي شخص يسافر إلى أستراليا بشكل غير شرعي. الواقع: السفر بالقارب إلى أستراليا من دون تأشيرة أمر غير شرعي وخطير. إذا لم توقفك البحار الخطيرة، فإن قوة الحدود الأسترالية ستقوم بذلك. لا تخاطر بحياتك من أجل خرافة.